فقط عشان أوامر الصلاة والصيام والزكاة والعبادات يا إخوان في الله، وهذا أجمع يعني أغلبية العبادات أخذناها على حي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تفصيلا في القرآن الكريم الدعوة إلى الله دعوة الأنبياء. ليش؟ قال هذا مقصد، مقصد القرآن ليش؟ قال كتاب أنزلناه إليك. المقصد يا إخوان في الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. إخواني في الله، الآن جيب مثلاً واحد عنده عمر مثلاً صار عمره 50 سنة، قال للستين مثلاً شبول عن الأحباب وأصحابه مثلاً نفس الجيل، قال إحنا من جيل واحد، قال الجيل هذا مثلاً 50 أو 60 سنة، كم من الجيل هذا إخواني في الله أجل المساجد أمثالكم؟ نفوسهم طيبة، الله هداهم إخواني في الله، زبدت هذا المجتمع، جابهم رب سبحانه وتعالى هذا المسجد، خير عظيم. والباقي إخواني في الله، قال الباقي طلع منهم الحشاش والزاني والسكرجي والبياع الأراضي وأحوال عجيبة. فوجيل بعدي إخواني في الله الأربعين من الخمسين مثلاً برضه نفس الأحوال، قال والثلاثين الأربعين برضه نفس الأحوال، قالوا من 20 للـ30 برضو نفس الأحوال. إحنا بنشوف إخواني في الله كم من هذا الجيل الله هداه وجابه لهذا الدين، وكم من هذا الجيل إخواني في الله صارت أحوال أحوال. ولا إخواني في الله الآن نرى بأعيننا كلنا إخواني في الله، وهذه مسؤوليتنا. قال الجيل من 20 وتحت، من 20 وتحت مفقود من المساجد. إحنا إخواني في الله عشان متجول بنعرف أنه الجيل مفقود من المساجد، فاستحلفكم بالله ان تصروا علينا ايها القوم. هذا جيل اخواني في الله اكثر جيل مستهدف. ليش؟ قال هذا عماد المجتمع. لما نرى في السلام شكل جيش حتى يفتح بيت المقدس، حتى يفتح بلاد الشام، قال حط امير مين؟ سيدنا اسامه بن زيد 16 سنة عمره، اللي فتح القاره الهنديه وعمره 19 سنه محمد القاسم. شباب، هؤلاء الشباب إخواني في الله، كيف إحنا إخواني في الله نتفكر لهم؟ كيف هؤلاء يجوا المساجد يبطلوا عدوا في الشوارع وبهالأحوال هذه؟ إحنا أهل الدين أهل الإيمان إخواني في الله اللي رب سبحانه وتعالى هدانا لهذا الدين، كيف نتفكر لهذا الجيل إخواني في الله يأتوا إلى المساجد؟ وهذه مسؤوليتنا. كتاب أنزلناه إليك ليش؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون المسؤول عليكم شهيدا. هذا قرآن كريم إخواني في الله، كتاب الله جل جلاله. فإخواني في الله ناخذ نظرة، يعني نلقي نظرة خفيفة بسيطة، إيش الكفار عمالوا بيجتهدوا على هذا الجيل؟ إيش الكفار كعمال بيجتهدوا على هذا الجيل؟ قال كفار إخواني في الله بيجتهدوا على هذا الجيل، بتفكروا له كيف هذا دائما يكون مسطول 24 ساعة يوقع في المخدرات والخمر والزنا والعمال إخواني في الله، وهذه الأحوال يتفكروا له. كيف يتفكروا له؟ قال إخواني في الله من سنتين، أكثر شيء من سنتين عمالهم بدرسوا بيشوفوا إنه مش كتير بيوقع بالحشيش والمخدرات والكوكايين، هذه شغلات يعني إيش انحركتها يعني معروفة، فصاروا يدخلوا إيش؟ يدخلوا دخان اسمه المبسطون. قال هذا ايش؟ قال هذا مسموح يعني في الداخل صار يبيعوه مسموح. قال ولكن لما اجى كان اكم من حاله جنون انجنوا من هذه المخدرات، قال منعوه. قال لما منعوه شو سووا؟ غيروا الباكيت وغيروا اسم، فصاروا ايش؟ يشتروا اخواني في الله الشباب وغيروا اسمه، صار مبسطون وصار هايبرو واحوال عجيبه. فاخواني في الله هذا جيل اغلبيته مسطول بايش؟ باحوال الدنيا. هذا الشيء إخواني في الله رابط، يعني خلطه برابة مين؟ خلطه برابتنا إحنا. إحنا الله فهمنا إخواني في الله وجمع هذه المساجد وجمع لهذا الدين، كيف نتفكر له إحنا؟ يعني الكفار بتفكروا لهذا الدين إخواني في الله، إحنا كيف نتفكر لهذا الدين؟ شو علي؟ إيش نسوي؟ فلازم إخواني في الله كيف نتفكر؟ وهذا السؤال الثالث في القبر، السؤال الثالث في القبر ما هو دينه؟ قال دين الإسلام. مين بيجاوب إخواني في الله؟ قال حديث محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه اللهم صل على محمد، قال من لم يهتم بامور المسلمين
وليس بالمسلم. كيف نهتم بأمور المسلمين إخواني في الله؟ شبابنا بناتنا إخواني في الله، بلدات أكبادنا إخواني في الله، وين بيروحوا هذول؟ هذا الجيل إخواني في الله مفقود المساجد، طيب وين بنلاقيه؟ يحزن وين بنلاقيه إخواني في الله؟ قال بعد ما يصلي العشاء ونروح نروح هنا وين بنلاقيهم؟ في المقاهي والنوادي وعلى البلياردو وعلى شرب الأربيلة وهالأحوال هذه. وين بتلاقيهم إخواني في الله؟ بس تسوي جولة، شارع صلاح الدين، عند المصرار إخواني في الله، بتشوف قهوة عجيبة وغريبة. كل هذا الشيء، هذا الجيل إخواني في الله هو المستهدف. طيب إحنا إيش نسوي إخواني في الله؟ إذا ما تجولنا عليهم هذول، مش رح نسأل عنهم يوم القيامة؟ فهذه مسؤوليتنا إخواني في الله. وكل واحد إخواني في الله يعني يسوي شيء حول المسؤولية هاي. لو أي شيء إخواني في الله تفكر إيش أسوي أنا؟ عشان نزيح المسؤولية عنه إن شاء الله. فمستعدين إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويسامحونا طولت عليكم.